واصل صندوق تحيا مصر دعم الفئات الاولى بالرعايه بجامعه كفر الشيخ، وقام الصندوق بتنفيذ عدد من انشطه الحمايه الاجتماعيه بجامعه كفر الشيخ، تضمنت مبادره دكان الفرحه للكساء لتوزيع 30,000 قطعه ملابس جديده على الفئات الاكثر احتياجا من الشباب الغير قادرين بجامعه كفر الشيخ لرعايه 6,000 طالب وطالبه من طلاب الجامعه، وتسليم عدد من الكراسي المتحركه لذوي الهمم من طلاب الجامعه، وتكريم الطلاب المتفوقين بكافة الكليات وتسليمهم هدايا مقدمة من الصندوق. كما شملت الفعالية رعاية ودعم العمال وأفراد الخدمات المعاونة بجامعة كفر الشيخ من خلال توزيع 2200 بطانية ضمن فعاليات مبادرة شتاء دافئ، و 2200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للقسيمة الواحدة، وتيسير زواج عدد 15 فتاة من أبناء العمال والعاملات وأفراد الخدمات المعاونة بالجامعة من المقبل على الزواج بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وتسليمهم مستلزمات الزواج كافة.